السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم، وحشتوني جدا، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب دودي بودي سبورت. طبعا حلقتنا النهاردة بتتكلم على آخر التوقعات، وهنقول لحضراتكم على آخر التوقعات بتشكيل لمباراة مصر والسنغال، وإن شاء الله أنا مستني توقعات بتاعتكم واللايكات، وما ننساش نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 20 30 50 70 90 لايك. بنجح بيكم وبدعواتكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هل ممكن يكون قبل لقاء السنغال اللي هيتلعب يوم الثلاثاء القادم الساعه 7 مساء على ملعب السنغال وفي وسط جمهور السنغال وفي وسط جمهور اللي هتكون اللي فيهم الإثارة والمتعة وكل الدنيا اللي هناك في السنغال اللي هيكون ورا لعبتهم ورا تحفيز لعبتهم في الحتة دي؟ بس قبل ما نتكلم على تكتيك الماتش اللي هنلعب بيه أو الخطة اللي من وجهة نظري اللي هنلعب بيها مع كارلوس كروش عم كرشة، وان شاء الله باذن الله نكون فعلا الخطه معموله زي ما انا ما هقول لكم بالظبط التشكيل اللي هنلعب من خلاله، وباذن الله ما ننساش نعمل اللايك بتاعنا ونشير الفيديو ونبعته لكل الدنيا كلها ان شاء الله، علشان بنجح بيكم ودعواتكم، وباذن الله تكونوا عند حسن اكون عند حسن ظنكم باذن الله تعالى، اللي احنا ان شاء الله ننجح بيكم، وباذن الله كل التوفيق وكل الامنيات لمنتخبنا الوطني قبل لقاء السنغال، علشان دي فرحه العمر بالنسبه للكره المصريه، لمنتخبنا الوطني، لجمهور مصر كله. ان شاء الله في قطر 2022 نعمل اي نتيجه هناك ايجابيه، نكسب 1-0، نتعادل 1-1، نخسر 2-1، مفيش مشكله، يبقى مبروك عليك التاهل، مبروك عليك مبروك عليك التالق، مبروك عليك الابداع. ان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظن الناس كلها. هلعب بطريقة، لو انا هلعب بالطريقة اللي انا بلعب بيها هعمل كده، وهقول اللي محمد الشناوي في حراسة المرمى، هنلعب بخمسة تلاتة اتنين، خمسة تلاتة اتنين، ليبرو مقلوب اللي هو يلعب بحمدي فتحي، وهيلعب علي جبر و ياسر ابراهيم، وهيلعب على اليمين عمر كمال عبد الواحد، ويلعب على الشمال احمد فتوح. هيلعب اتنين هنا في قلب الملعب مكونين من السولية والنني، وهيلعب في وسطيهم هنا محمود حسن تريزيجيه، وهنلعب اتنين فراودة اذا كان هو محمد صلاح ومصطفى محمد، بس في حالة الهجمة لو علينا هيرد مصطفى محمد يكون ضم هنا في الحته دي علشان يملا نص الملعب اذا كان من الاطراف او اذا كان من قلب الملعب، وهنيجي هنا للحته الهجوميه اللي هيكون محمد صلاح اللي هنقدر نستغلها بفرصه السرعه بتاعته. لو حضرنا من هنا من الحته الدفاعيه دي عملنا واحده تغيير ملعب، عملنا واحده اسيست، عملنا واحدة عمق من قلب الملعب، يقدر محمد صلاح ياخد ويروح بسرعته يروح على الجون على مندي، وان شاء الله مندي تكون مش شايف، وان شاء الله باذن الله يكون كل التوفيق وكل الامنيات بامر الله تعالى لمنتخبنا الوطني، علشان الفرصة اللي هتجينا يا جماعة مش هتتعوض، الفرصة اللي هتيجي مش هنندم غير عليها بعد كده، لا احنا عايزين نوصلها ان شاء الله، اي فرصه تجينا نخلص عليها، اي فرصه تجينا نكون متالقين فيها ان شاء الله باذن الله. باذن الله يكون هو ده التشكيل اللي هيلعب بيه منتخب مصر، وان شاء الله يكون فوقان منتخب مصر وفرحه منتخب مصر تكون يوم الثلاثاء الساعه 7 مساء ان شاء الله، اللي هيكون ليا فيديو مع حضراتكم بعد الماتش على طول ان شاء الله، ويكون كل الاراء، ويا رب ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم في اخر توقعات واخر تشكيل منتخب مصر قبل مواجهه السنغال. وقبل ما اقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس باذن الله تعالى، وبنجح بيكم وبدعواتكم، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. بشكركم، سلام عليكم.